سمعكم هو يلا مايك لك. اوكي هل مريت عالدار دار الولف حيها سلم عليها وسلم على أهاليها المكان مكان حبي لأجلك الدار لكن لأجل الحبيب اللي سكن فيها غبنا وتركنا عاك الدار بعينينا وبالبال بعد حنين الطير الصغار كانوا حبايب عينينا تكبروا علينا نسيوا المحبة وما عادوا على الهوى يغاروا الله الله ابدعت عن جد الله يعطيك العافيه.